الأخوة الأفاضل في الشعب البرلمانية كل كان يؤدي دوره في اللجان اللي هم أعضاء فيها. أشكركم على هذا الجهد الكبير، أشكر سعادة سفير دولة الكويت لدى روسيا الاتحادية السيد عبد العزيز العدواني اللي حقيقة أخجلنا بكرم الضيافة وفي الحفاوة وفي الاهتمام في الوفد. أشكر نيابة عن كل الأخوة الأفاضل أعضاء السفارة، وأيضا سعيد أيضا احنا بتجربة وجود طالبين، طالب وطالبة مع دكتورتهم للاطلاع على الأنشطة التي تتم في هذا المؤتمر الحيوي المهم، ويزيد هذا في رصيدهم وتجاربهم، وإن شاء الله في يوم من الأيام نجد أحد الطلبة اللي قاعد نعطيهم هذه الفرصة بالاحتكاك في النواب واللجان والاطلاع على ما يصير، قد يكونون إن شاء الله في مكاننا ويؤدون أداء أفضل منا إن شاء الله.